السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي المتتبع لشأن الجزائري يرى بأن الأحداث تتسارع كما كنا ننتظر. دخلت الجماعات الحاكمة في الجزائر في صراع حاد فيما بينها. السؤال الذي أريد أن أطرحه عليكم قبل أن ندخل في تحليلي المتواضع هو كالآتي: ما الذي تغير حتى يمنع حداد من السفر خارج الجزائر؟ وما الذي تغير حتى يمنع طحكوت من السفر خارج الجزائر؟ وما الذي تغير حتى يمنع كونيناف من السفر خارج الجزائر؟ وما الذي تغير حتى يمنع ويحيى وعمار وسعيداني من السفر خارج الجزائر؟ هذا سؤال لازم تطرحوه على أنفسكم خاوتي باش تعرفوا بأن القضية أخطر مما يبدو عليه. باش نقول لكم أخطر باش نخوفكم، لا، باش نقول لكم باللي صراع الأجنحة قد بدأ ويجب علينا أن نبقى متفطنين لهذه القضية. إذا كان علي حداد والجماعة هذو اللي قلت لكم عليهم خاوتي سراق ونهاب وشاركوا في تدمير الجزائر، معناها باللي الأمر مش ولد البارحة، وكان من المفروض إيقافهم عند حدهم منذ 20 سنة، مش اليوم ولا البارح. معناها باللي أن هنالك جناح في السلطة يريد إيهامنا بأن هؤلاء الناس هم سبب الأزمة والانسداد السياسي في الجزائر. هؤلاء الناس المال الفاسد الذين يمثلون المال الفاسد عصابة إجرامية وصلت إلى ما وصلت إليه لأنها كانت تحوط في محيط أخو الرئيس شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة. كما يعلم الجميع لا نفوذ له ولا قوة له ولا موقع سياسي أصلا له في الخارطة السياسية في الجزائر، لكن كونه أصبح بين عشية وضحاها مستشارا لأخوه جعل منه الآمر الناهي في الجزائر. اليوم ظهرت بأن شقيق الرئيس عنده ختم تاع الرئاسة الذي هو يمثل السلطة العليا في البلاد. وأنا أطرح لكم هذا السؤال البديهي: هل كاين واحد في الجزائر ما على بالوش باللي خو بوتفليقة عنده لو طومبون، هو اللي كان يبعث في الرسائل، هو الذي كان يعين ويقيل منذ العهدة الرابعة؟ لا أحد يشك في ذلك. دونك اليوم يجي يقولوا لنا باللي خو الرئيس ستان فوايو وصحابو سون دي فوايو وسعيد عنده لو طومبون دو لا بريزيدونس. هؤلاء الناس الذين يقولون لنا هذا يكذبون علينا، دونك هذا محسوب منه. الأمر الثاني اللي لازم نفهموه خاوتي: هؤلاء الناس الذين لم يكونوا رجال أعمال بل أصبحوا مافيا استعملهم السعيد بوتفليقة لإفراغ الخزينة الدولة مما دخل إلى الجزائر من خيرات عبر البترول الذي نبيعه للناس. آخرهم أخذ آخر واحد فيهم دا 1 مليون دولار دو كريدي بانكير سون غارونتي. خاوتي تعلمون جيدا أن حداد دا لو بروجي تاع لو ستاد تاع تيزي وزو سون غارونتي بانكير. تعلمون كلكم بأن سعيد عطى أن كريدي بانكير دو 300 مليون دو دولار لحد حداد. حداد بدا بزنسة في أملاك الدولة. لماذا؟ لأن الصابل ملك تاع الدولة وتاع الشعب. هذا السيد كان يسرق الصابل، دونك كان يعقب على لي جوندارم يعطيهم مليون وطلعت به ولا انهم دافير كيفو بليزيور مليار. هذا الامر لا يهمنا. انا حبيت فقط نوصل لكم هذه الرساله خاوتي باللي سعيد يعلم ان دوام سلطته يجب عليه ان يكون معه قوه المال. دونك اشترى الجميع وخلق ثروات من عدم، سموها كما تحبوا، حداد، طحكوت، هذه أسماء مستعارة. وقلت لكم منذ أكثر من 10 سنوات باللي هؤلاء الناس نهايتهم كلهم كما نهاية خليفة بنك. لماذا؟ لأنها سوسيتي إيكرون، أسماء مستعارة. الفلوس هذه
راحش لجيوبهم، صح نابوا وسرقوا واستفادوا منها، لكن نهبها رأس العصابة الذي هو سعيد، وهذا مفروغ منه. السؤال الثاني الذي يجب علينا أن نطرحه، الناس الذين يقومون الآن بتوقيف هؤلاء الناس، ما الذي تغير حتى أصبح هؤلاء الناس في منظار السلطة؟ لماذا يجب علينا أن نعلم بأن في دولة القانون، القانون والعدالة هي اللي تحكم هؤلاء الناس وتمنحهم من السفر. دونك لعاد كاينه سلطة تمنع هؤلاء الناس غير القانون. دونك صافي دير بلي اوني با دون ان ايتا دو دروا. لماذا؟ خاطركش اوني اون تران دو فيفر في الجزائر الآن صراع أجنحة رهيب يمكن أن يؤدي بنا إلى دوامة العنف، لكن بحول الله تعالى هنالك رجال شرفاء في المؤسسة العسكرية سوف يمنعون ذلك. عندما تسمعون خاوتي باللي واحد عنده قناة تلفزيونية حكموه، حكموه ما لبنا شكون اللي حكموه، داروا له ليمونوط وداوه لابوليس، وبعد ساعة ونصف خرج من الحبس. لماذا خرج؟ قال أنا هو بلسانه قال لنا باللي تدخل القايد صالح. صافي دير بلي القايد صالح عنده ذكا القدرة باش يخرج واحد من الحبس. هل السيد هذا دخل باسم القانون ولا دخل باسم غير القانون؟ إذا دخل باسم القانون لا يمكنه أن يخرج من الحبس إلا باسم القانون. إذا دخل بطريقة غير قانونية فمعناها في الجزائر في 2019 مواطن جزائري يدخل للسجن بطريقة غير قانونية وهذا أخطر. أنا كنت مترشحا للرئاسيات وحكموني لابوليس بطريقة غير قانونية ودخلوني لابوليس أنا وصحابي ومن معي لمدة 10 ساعات، ولم يكلمهم القايد صالح ويقول لهم خرجوا هذا مترشح. من أهم في الواجهة السياسية؟ من هو يمس بكرامة الجزائر وبصيتها في العالم؟ دخول صحفي حكموه جماعة مبهومة، ولا دخول مترشح للحبس كان يريد أن يتظاهر مع خوته الإعلاميين؟ باش نقول لكم بلي رانا وصلنا لمرحلة حاسمة من كل هذه الأمور. الأمر الذي تغير أجيب لكم على هذه الأسئلة هو أن الشعب، فخامة الشعب هو الذي أصبح مصدر السلطة. أنتم خوتي أنتم الآن قررتم بأن هؤلاء يجب عليهم أن يرحلوا. دونك هنالك عصابة أخرى تقول بأن لا منفذ إلا باستعمال سلطة الشعب. هم يريدون الآن أن يستعملوا سلطتكم لكي يحسموا في أمور لم يستطيعوا أن يحسموا فيها من قبل. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس الذين أوقفوا حداد وطحكوت ومنعوا يحيى وعمار وسعيداني من السفر كانوا يعلمون بأن هؤلاء سراق يا أخي دوبي 20 طن. دونك لم يتغير شيء. الأمر الذي تغير هو أنتم، أنتم دخلتوا هذا الصراع وهذا المعترك وقررتم برحيل هؤلاء. لذلك أنا ضد كل قائمة تنادي بالقضاء على هؤلاء أو بسجنهم. لماذا؟ لأن هذا حل يسير. المعضلة الجزائرية والمشكلة الجزائرية أقوى وأدهى من قائمة تضم أسماء. هذا الناس اللي رانا نشوفوا فيهم سوسون دي سوسيتي إكرون إي سي دي بيرسوناليتي، عطاو لهم الفلوس وسوف يدخلونهم السجن. السيد اللي عطا لهم الفلوس يقدر يدخلهم السجن خاوتي، كما داروا الخليفة، عطاوه الفلوس وعطاوه الهيمنة وعطاوه الشركات وفي آخر المطاف دخلوه للسجن أصحابه الذين جابوه. دونك هؤلاء الناس يمكنهم التخلي عن إخوانهم وعن آبائهم وعن أمهاتهم للإبقاء على امتيازاتهم. هذه المرحلة مهمة جدا، والحمد لله أننا وصلنا إليها بفضلكم أنتم فخامة الشعب. ما يجب علينا أن ننوه به هو أن هنالك رجال فضلاء وشرفاء في المؤسسة العسكرية يمنعون التلاعب بالقضية الوطنية. اليوم بدأنا رانا الآن تكلل جهودنا بالنجاح. إذا أوقفت هذه العصابة لا يجب علينا أن نخرج إلى الشارع ونبدأ نغني ونشطح. لماذا؟ لأنها البداية فقط. لا يجب علينا أن نقبل بسقوط هؤلاء كنتيجة حتمية نهائية. نحن خرجنا لنقول ونطالب، والآن القوة إلى جانبنا. يجب علينا أن نكف عن المطالبة، يجب علينا أن نأمر. الشعب الآن يجب عليه أن يأمر.
السلطة الخفية والسلطة الغير دستورية التي لا زالت تحكم بزمام الأمور. لماذا؟ لأننا لا نعلم من يقف من، ولا نعلم من يخرج بتلك البرقيات والتي يرسلونها إلى شرطة الحدود. يجب علينا أن يخرج إلينا شخص أو شخصين ويقول لنا ما يحدث. أين هي الحكومة؟ وأين هو وزير العدل؟ وأين هو المتحدث باسم الحكومة؟ مكانش خاوتي، صافي دير بلي السلطة غايبة والرئيس تاعنا غايب، ولا نعلم من يحكم الجزائر اليوم. نريد أن يخرج علينا أحد أو اثنان أو ثلاثة ويقولون لنا نحن نحكم الجزائر، ونريد من الشعب الجزائري أن يشارك في هذا الحكم. لماذا لا يمكننا أن نقبل بهذه القضية وبهذه الأمور التي تحدث في بلادنا، وأصبح كل واحد يكيل بمكياله؟ كلنا أصبحنا ننشر معلومات كاذبة وخاطئة يمكن أن تجر البلاد إلى الهاوية. نريد أن نفتح أبواب الحوار مع الشرفاء في بلادنا لكي نحل هذه المعضلة وهذه المشكلة السياسية. خاطئ ما يروج الآن في وسائل الإعلام، ورأيتم بأن هنالك وسائل إعلام جديدة تطبل لهذا الحكم الخفي، نفس الوسائل التي كانت تطبل منذ أكثر من شهر أو شهرين للرئيس المقعد ولخوه. الناس الذين دخلوهم للسجن كانوا قبل شهر يقولوا بلي الحمد لله الجزائر عندها بوتفليقة. هؤلاء الناس نفس الأشخاص اليوم يقولوا الحمد لله الجزائر عندها قيد صالح، ونحن نقول بأن الحمد لله الجزائر عندها شعب مثلكم، شعب مثلنا. خرجنا للشارع وسوف نبقى نخرج حتى نسقط هذه العصابة برمتها. لا نريد أن تكون هنالك حرب عصابات في بلادنا خوتي. لا يمكننا أن نبقى متفرجين ونصفق على ما يحدث. لا يمكن لأي شخص أن يوقف أي شخص في المطارات وفي الحدود إلا باسم القانون، وإلا فسوف يستعمل هؤلاء الناس سكوتنا وتفرجنا لإسكات كل صوت في الجزائر. لازم الناس اللي راهم يحكموا في هؤلاء السراق يجيو ويدومونديو ان جوج ويقول له انت تتكفل بهذه الملفات. لماذا؟ يجب على العدالة والقانون هي اللي تحكم بلادنا. لا نريد اشياء مبهمة. لا نريد ان يكون هنالك اجتماع عسكري يحكم الجزائر. لا، المؤسسة العسكرية على الرأس وفي قلوبنا، ويجب عليها ان تحمي دستورنا وتحمي بلدنا ووطننا وشعبنا. لكن لا نطلب منهم أن يتدخلوا في كل شيء وأن يسيروا كل شيء. هنالك سياسيون في الجزائر، هنالك وجوه اجتمعت حولها الطاقات الجزائرية. هذه الوجوه يجب عليها أن تجتمع وأن تحاور السلطة الفعلية، عسكرية كانت أو أمنية كانت أو في الرئاسة، لكي نقوم ببناء بلادنا مع بعض. ما لازمش نفرحوا ونزغرتوا ونروحوا نشطحوا خطاكش حكموا فار ولا زوج خاوتي. هذا ليس بالفوز، وهذا ما لم نكن نطلبه. نحن طلبنا منذ الجمعة الأولى حتى ذهاب آخر واحد من هذه المنظومة الفاسدة خاوتي. هذا ما أردت أن أقوله. ربي يستر بلادنا وربي يرزقنا رجال إن شاء الله. في أمان الله، بقوا على خير.